السلام عليكم. اليوم نديرو ان سالاد واسمها لو غاسباتشو. واش لازمنا في هذه الوصفه؟ طوماطيش، طماطم، واحد ربع حبات، على حسب واش حبيتو لا كونتيتي اللي ديرو، حبيتو ديرو شويه ولا بزاف، ترشي حمراء ولا خضراء، الخيار والبصل والثوم اللي حبي يزيد سنينه تاع الثوم، زيت الزيتون، الملح والخل. انا طحنت حاجه الطرشي حمراء مع الطوماطيش وحدها، وطحنت الخيار مع البصل وحده. نتوما ولا درتو الطرشي حمراء طحنوها مع الطوماطيش، ولا درتو الطرشي خضراء طحنوها مع الخيار. وكي درت في البلندر باش نطحن ما حبش يطحن لي، زدتلو درتلو الخل، درتلو زوج مغارف تاع الخل ولا ثلاثه بيبخي، باش طحنت هذاك الخيار مع البصل، سقطوا الخيار والبصل ناشفين شويه. انا درت في الاول درت الخل، بصح نتوما ولا قدرتو تطحنوه هكذاك بلا ما ديروا له الخل، كي تطحنوهم زيدوا الخل داخل في ديك لا سالاد هذيك. بعد خلطهم ودرت له الحار، اللي يحب الحار يزيد يطحن معاهم الحار، وزدت قطعت الخيار والبصل والطرشي والطوماطيش قطع صغيره. تحبوا هادو ما تزيدوهمش، ما تزيدوهمش هكا، تخليو غير هذوك اللي مطحونين برك. نزيدوا الملح، نزيدو لهم زيت الزيتون ونذوقو، نذوقو واش خصو الملح ولا خص الزيت ولا نزيدو له. هاو في طبق تقديم، وزدتلو شويه زيت الزيتون من الفوق، وان شاء الله تعجبكم الوصفه، والسلام عليكم.